الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا وبشكر فضله على ثلاث نقاط مهمه طبعا بالرغم سوء الاداء، لكن في الماتشات دي فاضل حوالي 9 ماتشات في التصفيات النهائيه، فاهم حاجه عندي الثلاث نقاط. الحمد لله رب العالمين على الثلاث نقاط، يعني دي شخصيه الفريق وشخصيه اي فرقه في النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين واخدين البطوله سنتين، واحنا الاول السنه دي الحمد لله ماشيين متصدرين، فبفضل الله الحمد لله الاولاد عندهم الدوافع برغم الغيابات النهارده كتير عندي اصابات وايقافات، لكن الحمد لله رب العالمين لعيبه كانوا رجاله وقدرنا نحصل على 3 نقاط الحمد لله. والله اللعيبه اصلا هم عارفين مقدرين قيمه النادي الاهلي وعارفين ان هم جوه النادي الاهلي واستمراريتهم جوه النادي الاهلي مرتبط بالحصول على بطولات، زائد طبعا ان في منتخب مصر السنه دي والنادي طبعا بيقدرهم وعارف ان هو ممكن في اي وقت ممكن يطلع فيرست تيم لان هو 17 سنه السنه دي، السنه الجايه ان شاء الله باذن الله ممكن يتاخد فريق اول، فلازما الدوافع عنده تبقى مستمره اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي عشان يستمر في النادي الاهلي. الحمد لله انا على المكسب، اشكر الجهاز الفني واللعيبه، لعيبه رجاله وقدم افضل يعني ان شاء الله. كابتن شوقي بيكلمني وكابتن بدر وكابتن اسامه، مش عايز انسى حد بس كله بيكلمني. انا يعني كابتن بيقول لي مثلا بين الشوطين يعني الشوط الاول ما كانش احسن حاجه يعني، الحمد لله ظبطنا الشوط الثاني وقدرنا نكسب الماتش، يعني احنا راجعين من الماتش اللي فات من ماتش زد يعني الحمد لله قدرنا نكسب. الكابتن قال لنا عايزين ناخد ماتش بماتش ونكسب الاتحاد، الحمد لله يعني قدرنا نكسب الاتحاد هنا الحمد لله. الحمد لله على الاداء والمكسب اهم حاجه. الفرقه كلها كانت رجاله نازلين ماتش ان احنا ابطال الدوري، لازم نكسب الماتش، ما عندناش اي اختيار تاني. كسبنا الماتش اللي فات زد والنهارده الحمد لله كسبنا باداء رجولي الحمد لله بالفرقه. بيفضل يقول لنا ان انتوا فرقه البطل، تاخدوا البطوله 3 سنين ورا بعض، ما ينفعش تاثروا في اي ماتش، لازم تكسبوا كل الماتشات، وكل ماتش ناخد ماتش كاس. طبعا كل حلم لعيب في النادي الاهلي ان هو يصعد درجه اولى ويثبت نفسه، والفرصه لو جت يعني ان شاء الله حد يثبت نفسه. الحمد لله كنا رجاله طبعا في الماتش كله، وجبنا الجون في اخر النص ساعه وكنا رجاله يعني لغايه اخر الماتش الحمد لله. بعد ما جبنا الجون طبعا قعدنا ندافع، بس باذن الله ما فيش جون دخل فينا، واحنا قايلين لازم نكسب كل ماتش، الماتشات اللي جايه كلها بطوله، اخر 8 ماتشات طبعا، ورايحين الماتش الجاي للاسماعيليه هنرجع باذن الله 3 بونت باذن الله. لا طبعا لا، احنا طالعين تعادل طبعا، فقلنا لازم ننزل نكسب طبعا، ما نطلعش الماتش ده حتى ما نكسبش ضربات جزاء، لا نكسب 3 بونت عشان الماتشات اللي جايه طبعا صعبه، لازم ناخد 3 بونت.